يتابعونا اليوم، إن شاء الله يكون نهاركم كله خير وصحة يا رب. اليوم وصفتي أكيد اليوم خميس مجهزت لكم نوع من أنواع الحلويات اللي هو الخبز الياباني أو من له كعك البطيخ. هلأ هو الاسم الأساسي لهي الوصفة أكيد مو بالياباني يعني بالإنجليزي هي الميلون بانز. البطيخ ما دخله بالوصفة بس رح نعطيه هيك شكل كأنه بتشبه البطيخ. هلأ هون عندي أنا عجينتين، العجينة الأولى والعجينة الثانية، هلأ رح خلطهم مع بعض. أكيد أنا رح أعجنهم تحت الهواء بس رح نحكي عن المكونات. عندي العجينة الأولى الأساسية اللي هي رح تكون العجينة الأكبر، عندي كوب وثلاثة أرباع من الطحين، وهون مجهزة عندي ربع كوب إضافي إذا احتجت لحتى أضيف، يعني مثل ما كل مرة بقول إنه نوع الطحين بيختلف من نوع للتاني أكيد حسب امتصاصه للسوائل، فدايما بخلي شوي صغيرة جنبي ببلش بكمية قليلة وبزيد، أو ممكن في وصفات ممكن بلش بالسائل بكمية قليلة وبعدين زيد، بتختلف حسب كل وصفة. مع الطحين رح أضيف المكونات الجافة، عندي معلقة صغيرة من الخميرة، الخميرة الفورية الجافة أكيد، عندي نص معلقة صغيرة من الملح، وعندي معلقتين صغار من الحليب البودرة، هدول رح خلطهم مع بعض، ورح أضيف كمان السكر. رح استعمل ربع كوب من السكر الأبيض العادي الخشن يعني. هلأ هاي المكونات الجافة عندي. بهي العجينة أنا ما تركت خليط الخميرة يتفاعل لحاله لأنه رح أخلطهم كلهم مع بعض، وهي العجينة لازم ترتاح يعني بدها وقت طويلة ترتاح. أول شيء ليضعف حجمها حسب درجة الحرارة، ممكن تأخذ ساعة لساعة ونص، بعدين بقطعها برجع بريحها من ربع ساعة لنص ساعة، بعدين كمان برجع رح نشكلها واتركها كمان تقريبا ساعة لتتخمر. فهي عجينة تأخذ وقتها بالتخمير أكيد لتعطيني نتيجة كتير منيحة بالآخر. هلأ هون عندي حبة بيض، حبة بيض أنا خفقت الصفار مع البياض وقمت منهم معلقة صغيرة للعجينة الثانية، يعني أنا ما بدي أفتح حبة بيض ثانية وأخذ منها بس معلقة صغيرة، هي نفسها اللي رح أستعملها بالعجينة الكبيرة أخذت منها معلقة صغيرة، الباقي رح أضيفهم هون وخلط. بعدين عندي نص كوب من المي، المي لازم تكون باردة، وهذا كمان سبب إنه نحنا ما فعلنا الخميرة بالأول لأنه المي رح أضيفها باردة بهي العجينة. عندي نص كوب من المي الباردة. هلأ هون هذا المزيج رح أعجنه كتير منيح يعني 10 دقائق وممكن أكثر حسب ما أتحمل وعضلاتي يتحملوا. بعدين لأحصل على عجينة خلص ما عاد تفرط عندي، ما عاد تفتفت، عجينة كتير متماسكة. بعدين عندي هون ربع قالب من الزبدة اللي هن 50 جرام، بحرارة الغرفة إذا حسيتوا الزبدة كتير باردة ممكن تطروها شوي صغيرة بالمايكروويف، قطعتهم لقطع صغيرة. هلأ أنا طلعتهم من قبل بوقت فهن أخذوا حرارة الغرفة، ما بدي فوتهم على المايكروويف. بعد ما أعجن هي العجينة 10 دقائق، بعدين رح أضيف الزبدة وأرجع أعجنها كمان 10 دقائق، ومثل ما قلت رح ريحها تقريبا، رح أغطيها أكيد وريحها ليضعف حجمها، ممكن تاخد ساعة تقريبا، بعدين ببلش بشتغل فيها. هلأ بالنسبة لمقادير العجينة الثانية، عندي هون 3 معالق من السكر البودرة، رح أضيف عليهم معلقتين من الزبدة كمان بحرارة الغرفة، ولحتى تطرى عندي الزبدة بسرعة حاولوا تقطعوها هيك مكعبات صغيرة فبتصير يعني بتطرى أسرع أو بتدفى أسرع لما بتكون مقطعة مكعبات صغيرة. هذا الخليط رح أخلطه كتير منيح بالأول لحس إنه الزبدة والسكر البودرة اندمجوا مع بعض، باعتبار إنه عم بستعمل سكر بودرة أكيد ما رح تاخد مني وقت طويل مثل لو كان سكر خشن. فدائما يعني دائما في استعمالات للمواد يعني بيكون في إلها سبب، يعني احنا بالعجينة الأساسية حطينا السكر الخشن بس هون بدي أحط السكر البودرة لحتى أقدر أدمجها مع الزبدة ما تاخد معي وقت طويل. رح أضيف عليه هون المعلقة الصغيرة من البيض اللي أخذتهم من العجينة الكبيرة، ورح أضيف عليه هون عندي هون نص كوب من الطحين. أكيد الطحين لما بستعمله دائما نخلو الطحين قبل ما تستعملوه بأي وصفة بتعطيكم نتيجة أحسن. هاي العجينة بس ضفت الطحين ما بدي أعجنها كتير عكس العجينة الأولى، هاي العجينة بس أنه أضمن أنه أتأكد المواد كلها اندمجت مع بعضها، عجن على السريع وبس، بعدين بغطيها كمان وبتركها ترتاح. هلأ بعد ما ترتاح شوي رح أقسم هاي العجينة الصغيرة لثلاث أقسام، قسم رح خليه بلونه الطبيعي، والقسم الثاني رح أضيف عليه ربع معلقة صغيرة من شاي الماتشا اللي هو أكيد مشهور بالمطبخ الياباني، وعندي ربع معلقة صغيرة من الكاكاو رح لون فيهن أكيد. هلأ هون رح أضيف الطحين
مثل ما قلت رح ادمجهم مع بعض دغري على السريع واتركهم هيك ليرتاحوا شوي. قسم العجينة ثلاث أقسام، قسم رح اتركه أبيض، قسم رح حط معه اللون الأخضر من شاي الماتشا، والقسم الثالث رح أضيف عليه الكاكاو ليعطيني اللون البني. أكيد نحنا يعني بالفقرة الثانية بتكون عجينتي انعجنت واختمرت ولحتى نقدر نشتغل فيها، وبكون لونت العجينة الثانية كمان لحتى تشوفوها ونبلش الشغل فيها ونحكي عن الفرن وهالقصص. أكيد هلأ رح ترجعوا لعند المذيعات تابعوا باقي الفقرات وأنا برجع بلاقيكم الفقرة الثانية. يعطيك العافية يا شيخ. الله يعافيك يا شكرا كثير لك. عفوا. قصة نجاح كونتها لحظات لا تنسى مع مركز جلجامش. يسعد صباحكم عن جديد، وهلأ صار الوقت لحتى نكمل وصفتنا لليوم. اليوم عم نعمل الخبز الياباني أو الميلان بان أو الكعك البطيخ، ومثل ما قلت يعني هي ما فيها نكهة بطيخ، بس هلأ رح تشوفوا وأنا كتير متحمسة فرجيكم كيف رح يطلع شكلها. نحن عملنا عجينتين بالفقرة الأولى، هي الوصفة بدها عجينتين، العجينة الكبيرة وفي عجينة تانية هيك صغيرة بمكونات أقل. العجينة الكبيرة بدها كتير عجن، يعني قد ما فيكم عجنوا فيها، خلطوا كل المكونات بالأول، بعدين بضيف المي بعجنة كتير منيح، بعدين بضيف الزبدة وبرجع بعجنة كتير منيح، وبدها وقت بالتخمير. يعني هي الوصفة حلاوتها أنه أنا ممكن على مراحل اشتغلها أعجن أول مرة، بعدين أرجع شكلها وأعجن أتركها تتخمر، بعدين أرجع كمان أتركها بعد ما شكلها قبل ما فوتها على الفرن أرجع خليها تتخمر، فما بتحسوا حالكم أنه تعبتوا فيها. العجينة الثانية ما بدها عجن كتير، يعني بس اندمجوا عندي المكونات، ونحن قلنا أنه رح نقسمها لثلاث أقسام. العجينة رح قسمها لثلاث أقسام، إن في قسم رح نتركه مثل ما هو أبيض، القسم الثاني رح نضيف شاي الماتشا اللي هو رح يعطيني هذا اللون الأخضر، والقسم الأخير حطيت معه كاكاو. هلأ كل قسم رجعت قسمتهم لطابتين، طبعا الطابات لازم يكونوا قد بعض، فأنا اشتغلت قسم وهلأ رح نشتغل بالقسم الثاني. العجينة الأولى والثانية لازم تعطيني ست طابات، كل وحدة ست طابات، ست حبات رح تعطيني. أكيد إذا بدي كبر الكمية ضاعف كل المكونات. هلأ كيف طريقة التشكيل؟ العجينة الأولى اللي عملناها بعد ما قطعتها برجع بخليها ترتاح حسب حرارة الجو، ممكن تاخذ من نص ساعة لساعة لساعة ونص لحتى ترتاح حسب حرارة الجو. هلأ هون هي العجينة، العجينة الثانية رح بلش بالحبة البيضة. هلأ هون على نايلون رح أضيف عليه رح أحط عليها حبة نايلون ثانية، رح أضغطها شوي بإيدي. هلا بهذا الجو العجينتين تركوهم برا، ما تحطوهم بالبراد، بس اذا عملتوا هي الوصفه بالصيف العجينه الثانيه اللي لوناها لازم تنحط بالبراد، لحتى لانه فيها كميه زبده، فلحتى ما تسيح عندي الزبده وتضل متماسكه. هلا بعد ما هيك اضغط عليها شوي بين ورقتين نايلون، او حتى فيني استعمل ورقتين زبده، راح اعملها هيك بشكل كثير رقيق وبحيث انه تغطي لي العجينه الكبيره. هلا هون دائما لما تكونوا عم تشتغلوا بين ورقتين زبده او نايلون حرروا العجينه بعدين اشتغلوا فيها. هون راح اضيف عندي هون العجينه الكبيره، راح احطها بالنص وبلش غلفها بالعجينه الرقيقه. هلا ما شرط تغلف لي اياها على الاخر لتحت، ما بيأثر، هي بس المهم تعطيني تغليف لثلاث ارباع. هلا هون راح قيم هي حاول هيك اعطيها شكل لحتى تغطي لي اياها تماما. هلا هون رح لكها بالسكر، السكر العادي الابيض، بعدين هون رح نعطيها شكل البطيخ اللي حكينا عنه اللي من اول الحلقه عم خبركم عليه. اكيد بدي غلفها بالسكر، السكر بيعطي شكل كتير حلو وقت رح اشويها بالفرن. هلا هون رح اجيب صحن السكر معي،
عندي بسكينة أو أي شيء يكون حاد رح بلش أعمل له خطوط بالطول وبالعرض على الوش الخطوط، يعني بحاول بس من الطرف يعني يوصلها من الطرفين، وأنا عم بقطع بس العجينة الرقيقة، يعني حاولوا العجينة الثانية السميكة اللي تحت ما كتير تقربوا عليها. بعد ما أعمل له خطوط بالطول برجع بعمل له خطوط بالعرض، وهيك بتعطيني هذا الشكل. هلا اللي رح يصير بالفرن انه باعتبار عجينتي فيها خميره رح تنفش عندي بالفرن، فهدول التقطيعات رح يفتحوا وتعطيني شكل مثل البطيخه. نحن ممكن نعمل اللون الثاني اذا بدكم ببين معكم اكثر، نعمل اللون الثاني على السريع. حراره الفرن على ال 180 رح تاخذ بين 12 لل 15 دقيقه، يعني نحن تاخذ معنا وقت بالتخمير بس بالفرن ما بتاخذ هذا الوقت الطويل، 12 ل 15 دقيقه. هلا هون مثل ما قلت رح حط العجينه، وحاولوا دائما المحل اللي سكرتوا العجينه فيها خلوها لتحت محل التسكير لحتى تطلع معكم النتيجه ارتب. مو دغري رح فوتهم على الفرن، انا رح استناهم تقريبا نص ساعه، واذا عندكم وقت ممكن تتركوهم مثل ما قلت للساعه ساعه ونص، يعني قد ما تركتوهم اكثر كل ما عجينتي اختمرت وعطتني نتيجه احسن، لانه استعملت مي بارده بالعجينه فهي العجينه ما بتتخمر تخمير زياده مو مثل العجائن الثانيه، مشان هيك حتى لو طولتوا فيها ما تاكلوهم. هلا هيك ببلش بقطعها بالسكينه، رح كمل انا اخر حبه ورح استنى تقريبا نص ساعة، بعدين رح فوتهم على فرن محمى من قبل على حرارة 180 بين 12 لل 15 دقيقة بتكون صارت جاهزة. هلا أكيد النتيجة النهائية رح تشوفوها بآخر الحلقة، لوقتها رح ترجعوا لعند الصبايا وبرجع بشوفكم بآخر الحلقة. سلم إيديك يا شيف، يعطيك العافية يا شيف، شكرا كثير لك. صباحكم عن جديد، ومثل العادة بآخر الحلقة رح تكون وصفتي أكيد صارت جاهزة. اليوم عملنا الخبز الياباني أو الميلون بان. هلأ هاي الوصفة ممكن أنا أقدم معها أو أحشيها بكاسترد، كريم باتسير، جناش شوكولا مثلا، أو مربى، يعني أكيد بيلبق معها شيء حلو هيك حسب اللون وحسب الطعمة تبع الحبة. إن شاء الله تكون وصفتي لليوم عجبتكم، جربوها وتخبرونا، وبشوفكم بكرة بوصفة جديدة. السلاحف الناجي كأنه دول ما لا هنا مش هو بطيخ. انت كل يوم عم تقعد اتغزل فيكي انا وبشغلك، يعني شكرا. خلص 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 جمال وشغل حلو يعني. شكرا، يعطيك الف عافيه يا شيف. شكرا كثير لك يا شيف. الشكر الاكبر لكم مشاهدينا ولمتابعتكم اليوميه لنا حلقه يوم الخميس، ونهايه الاسبوع خلصت ان شاء الله يا رب، هيك يكون نهاركم بلش برواق وبيختم اكيد برواق، بنشاط، بحيويه، وتحقيق الامنيات والاخبار الحلوه والسعيده ان شاء الله يا رب. دائما يعني ختام اسبوع وبدايه شهر ان شاء الله يا رب يكون شهر خير وسريع وايامه اقل، فالمفروض انه يمرق بسرعه، فان شاء الله يا رب تحققوا كل شو بتتمنوه، ونحن بنلتقي فيكم يوم السبت بحلقات جديده من صباح الخير. تبقوا بالف خير، باي باي.